المنافسه نفسها وان انا اجيب اول واحقق حاجه دي لوحدها حاجه كافيه بصراحه، حاجه كافيه بالنسبه لي. انا اسمي محاسن كامل عبد الراضي حسن، عندي 24 سنه، مواليد 1998. انا اول ما بدات في الالعاب القوه، وبعد كده دخلت وزب، وبعد قبلها كان الجري، وبعديها وزب، وبعد كده اللعبه ديت اللي انا فيها دلوقتي بدات فيها من 2017 تدريب، وبعد كده دخلت 2018 البطولة. أنا لعيبة رفع أثقال، والبطولة الأخرانية اللي هي برلين، البطولة الصيفية، بطولة العالم برلين الصيفية، جبت فيها اللي هي البنش جبت فيها أول، والديد جبت فيها تاني، ومجموع الأوزان كلها أول. أنا بدأت فيها كتدريب من 2017، وبعد كده من 2018 بدأت إن أنا أدخل بطولات فيها وجبت الأول أهو. محاسن من اللعيبة اللي تميزوا جدا في الرياضة هنا لما اتعمل مسابقات على مستوى الجمهورية. البطولة الأخيرة في برلين هي شاركت في رفعتين، رفع الصدرية والرفع الميتة. في الرفع الصدرية جابت مركز أول، في الرفع الميتة جابت مركز تاني، وفي المجموع الرفعتين جابت مركز أول. مجموع الميداليات بتاعتها 3 ميداليات، 2 ذهب و1 فضة. طبعا ده مجهود كبير جدا يحسب ليها. طبعا قابلها تحديات كتير جدا، من يعني ابرزها واكبرها ان هي يعني اتربت في دار ايتام لذوي الاحتياجات الخاصه، وكان طبعا لظروف طبيعه هذا المكان ان هم بيبقوا يعني مهتمين بيهم جدا وواقفين عليهم جدا، ما بيبقاش فيه اهتمام بالخروج والمشاركه في البطولات زي المدارس او زي النوادي او زي مراكز الشباب. بس طبعا اصرار محاسن وتميزها ووجود مدرب في المؤسسه ان هو يكتشف ان عند القدرات اللي عندها، فقدر ان هو يجيبها الاولمبياد الخاص ويشارك في بطولات الاولمبياد الخاص وتتميز وتحصل على بطوله الجمهوريه وتشارك في الالعاب العالميه. طبعا من الحاجات التحديات بقى اللي هي بعد ما بتخرج بيبقى في بعض المشاكل بتبقى من نظرة المجتمع، ووجود بنت ومن دار ايتام وتتميز بمشاركة رياضة ومسافرة بره مصر، وطبعا الحصول على تأشيرة وسفر لألمانيا والكلام ده كله كان فيه صعوبات كتير جدا. بس يعني الحمد لله الى حد ما قدرنا ان احنا يعني تحصل على التاشيره والسفر مثلا قبل السفر بحوالي 4 ايام. احنا الحمد لله الاولمبياد الخاص بيوفر كل الحاجات مجانيه بالنسبه لانتقالاتهم ومشاركتهم ولتدريبهم ولبس البعثه، كل الحاجات دي بيتحملها الاولمبياد الخاص. لكن ينقصنا الدعم المعنوي والدعم الاعلامي المصري لظهور الابطال دول وتغيير نظره المجتمع ليهم وتسليط الضوء على كل جوانب حياتهم، علشان نقدر ان احنا نطلع بطلات وابطال زي محاسن وزي عبد الهادي اللي كان مشارك معاها في المنتخب. سلوك محاسن اتغير جدا جدا جدا، واعتمادها على نفسها وثقتها في نفسها، وان هي محققه بطولات ومحققه ميداليات وواخده القاب وصورت وسافرت بره مصر. فبالتالي كل المجتمع اللي هي المحيطه بيها شاف ولمس ازاي هي بسماتها بتتغير وسلوكياتها بتتغير وطريقه كلامها وتحفيزها لكل اللي حواليها بتتغير لما بتشارك في الرياضه ولما بتحقق اللي هي عايزاه في الرياضه.